وتاتي اليوم نديرو لي زومبي برغر على طريقه فرنسيه. هو الهامبرغر نديرو في الدار نفرح وليداتنا، يجي خفيف شباب سيوك تشوف واش فيه. 3 كيلات فرينه كيلت هكا، 3 كيلات فرينه وزدت مغيرفه تاع خميره تاع الخبز وزوج مغارف سكر وخمسة معالق كبار تاع الزيت وقرصة ملح والحليب، نخلطو مليح هكا ومن بعد نلمو العجينة تاعنا بحليب دافئ. نلمو العجينة تاعنا هكا بالحليب دافئ حتى تعجننا العجينة. ومن الجهة الأخرى عندنا حنا عندنا دند مرحي، واللي ما عندوش دند مرحي يدير لحم مرحي أي حاجة عنده. احنا عندنا دند مرحي، نزيدو له البصل الملحي ونزيدو له المعدنوس هكذا، نزيدو له شويه كركم راه مفيد للصحه وشويه زنجبيل وشويه ملح، ونزيدو له حبه بيض هكذا، بعد شوفوا خلطنا هكا ومن بعد ناخذوا كل حبه ونسيوها هكذا. نحبوا بمول ولا نحبوا غير بيدينا هكا، هاجا على الطبيعه هكذا على الطبيعه تاعنا هكا. نديروا قطره زيت ونحطوهم هكا يتحمروا. خواتاتي راه درنا لهم هكا، هادو نسميهم ميني هامبرغر. ولا تحبوهم ضعفوهم تجيو كبار، هادو صغار تحبو تكبروهم تكبرو. ومن جهه اخرى انا وسينا هذيك شوفو كيف تجي بنينه بالمعدنوس والبصل والكركم تجي بنينه. نحطوهم يخمروا هاد العجينه ومن بعد نتلاق. ها ميني برغر تاعنا كيخمروا، واش نديرو لهم؟ ندير لهم صفار البيض هكذا هكذا كما كتشوفوا، ندير لهم صفار البيض، ندير لهم شويه سالوج هكذا على الوجه، على الوجه المسموح. واستيس باه يخمروا لكم بالفي، نشعلوا الفوغ تاعنا سخون ومن بعد نطفيوه وندير ندخلوهم ميم با 10 دقائق 10 دقائق وهما خمروا لنا. ودوكا خلاص مادام خمروا لنا هكذا المره الثانيه نشعلوا الفوغ تاعنا يكون ساخن ومن بعد نغسلو ونخليهم يطيبوا ومن بعد نوريه لكم كيف نزينوه. شوفوا خواتاتي ها هو لي ميني همبرغر تاعنا كيفاه جاو محمرين، شوفوا شبان رايا ها هم راهم سخونين. شوف دوكا ندير لكم وحده نوريكم، هاي المايونيز اللي خدمنيها من قبل، وعندنا اللي طيبناهم، عندنا طماطم، عندنا فخيت وجدناه، عندنا هذوك لي فيون داشي بالصدر تاع الدند، عندنا شلاضه واللي يحب كاش ما يزيد هكا امورات يزيد. ناخذو قليل من الخس يا السلطه، نزيدو لهم طماطم، الواسم تاعنا فيون داشي تاع الدند، وقليل من لي فخيت هكذا، وهاهم شوفوا شوفوا. نزيدو واحدة أخرى بينكم تشوفوا. شوفوا خوتاتي كيف جا الهمبرغر تاعنا على طريقة فرنسية ميني همبرغر. شوفوا شوفوا جا شباب مليح طري، نديروه صحي في الدار، منبقاوش نشيوه في الزنقة كامل. وجربوا خوتاتي واشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس يوصلكم كل جديد، ويعطيكم الصحة وسعاشاتكم وبسلامة.